بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. مشاهدي الكرام، تحت عنوان الكفاح والأمل طريق النجاح، أعلم أن الإنسان لا بد وأن يكون عنده أمل رغم الألم، لا بد وأن نعيش بالأمل. مشاهدي الكرام، شباب مصر دائما وأبدا ينجحون إذا أتيحت لهم الفرصة. الدليل ما نجده من شباب مصر خارج جمهورية مصر العربية في كل بلدان العالم، شباب يستحق أن يكون قدوة، يبني حياته، يرفع أسرته، يكون سبب في رفعة بلاده. أكثر من ذلك، أطفال العالم أزكاهم على الإطلاق الطفل المصري. ماذا يجري؟ ماذا يحدث؟ أين القدوة المصرية الآن؟ أين الشباب؟ أين المفر؟ كثير من الأسئلة تدور بخلد الشباب، لا يعرفون لها إجابة، حتى أن القدوة التي تصدر الآن إما في إعلانات أو في مسلسلات أو في بعض الأمور هي السبب الآن فيما يحدث من جريمة. لكن الأمل ما زال موجود، أن القيادة السياسية تضع يدها على الجرح، ليس في الأفلام والمسلسلات فحسب، بل عند بعض السياسيين نهجهم وتفكيرهم يدمر البلدان، بل يأتي بكثير من المشاكل في ظل غياب تام من الضمير وبعد تام عن الأخلاق. نرى ما نراه الآن على أرض مصر، حتى أن السياسيين يفكرون بفكر ما سمعنا عنه إلا أنه كان سبب في تدمير البلاد والعباد. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي بداية أرحب بضيوفي الكرام، فضيلة الشيخ محمد مصطفى من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بك شيخنا. أهلا وسهلا دكتور، أسعدتنا وشرفتنا. الله يكرمك دكتور. الحمد كما يسعدني ويشرفني أيضا رجل الأعمال الأستاذ سيد حسين، مستشار لجنة رجال الأعمال بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية. أهلا بك. أهلا وسهلا، شرفتنا ونورتنا. مشاهدي الكرام، كما يسعدني ويشرفني على الهواء أيضا دكتور حاتم حلمي، أستاذ مساعد مركز البحوث الزراعية وعضو اللجنة التنسيقية للمشروع القومي لتثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصري. أهلا بك دكتور. أهلا فندم، أسعدتنا وشرفتنا. مشاهدينا الكرام، تحت عنوان الكفاح والأمل طريق النجاح، بداية فضيلة الشيخ محمد، حضرتك نعلم أن الشباب عنده قوة، عنده همة، عنده نشاط، هو وقود الأمة، بل هم قادة المستقبل. كيف ترى الهمة عند الشباب في هذا الزمن؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق آدم من طين فسواه، ورد إلى يعقوب بصره حين ابيضت عيناه، وقال لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر وما صبرك إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أرسله ربه بالإيمان منادياً، وإلى الجنة داعياً، وإلى الطريق المستقيم هادياً، وإلى مرضات ربه ساعياً، ولكل معروف آمراً، وبكل منكر ناهياً. فشرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والمهانة على من خالفه. أما بعد، الشباب هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر، والشباب هم منبع العزة والقوة لأي أمة من الأمم، فهم عماد حضارتها وسر نهضتها وأمل مستقبلها. فالشباب هو سن القوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وبين ضعف الشيخوخة. فالله عز وجل سمى سن الشباب في القرآن بأنه سن القوة، كما قال ربنا في القرآن الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. تمام. فبهذا الدين الإسلامي يا دكتور، الدين الإسلامي بتعاليمه الراقية يحثنا على علو الهمة، ويحثنا على الجد والاجتهاد والإعمار، وينهانا عن الكسل والخمول والإفساد. تمام. فالله عز وجل في القرآن الكريم شرع لنا علو الهمة وحثنا عليها. فالله قال في القرآن الكريم في سورة آل عمران:
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا في سورة الحديد وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمصارعة والمسابقة في أعمال الخير تحتاج إلى علو همة، فبهذا النبي صلى الله عليه وسلم شجعنا وحثنا على علو الهمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق. فالله كريم ويحب الكرم ويحب معالي الأخلاق، ومعالي الأخلاق لا تأتي إلا بعلو همة وعلو الهمة عند القادة وعند القدوة. نعم، علو الهمة عند القادة وعند القدوة وعند الشباب. تمام. فسيدنا عمر يا دكتور كان يقول لا تصغرن همتكم، لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. تمام. يعني سيدنا عمر عايز يقول لنا يا شباب لابد أن يكون عندكم همة عالية، فإن الهمة العالية تجعل الإنسان ينطلق في أعمال الخير وأعمال النافعة للمجتمع، لأن النبي قال خير الناس أنفعهم للناس. تمام. طب فضيلة محمد أنا هرجع لحضرتك في الجزئية دي، أروح بس السيد حسين، بنتكلم عن علو الهمة والقدوة والقادة. أنت شايف الشباب في هذا الزمان كيف قدوتهم؟ الأول شكرا على الدعوة يا دكتور، وطبعا هتكلم في الأول عن موضوع الصرف الصحي كويس بقرية سرسنة والسعدية وفروس. تمام. طبعا أنا بشكر كل من ساهم بالمجهود والرأي سواء من خارج سرسنة أو من جوه سرسنة أو من داخل سرسنة أو من خارج سرسنة. تمام. في الموضوع ده، ونتمنى من السيد المحافظ أن يوفي بوعوده إن شاء الله 1/7 إن شاء الله يبدأ شغل في الصرف الصحي بإذن الله تعالى. طبعا بالنسبة للشباب، طبعا قدوة الشباب هو من يتحلى بالأفضل، يعني مثلا يساعد في رفع اسم مصر دوليا قبل محليا. تمام. كويس. ويجعل علمها يرفرف في المحافل الدوليه. كويس. ويجعل والمثل موجود فخر شباب مصر والعالم والعرب كله هو الدين محمد صلاح. فاحنا بنقول ان الشباب ناخذ قدوه للافضل او من الافضل. محمد صلاح رياضيا متفوق وامثاله كثير، لكن للمؤسف ان بعض القنوات أو بعض من في قلبه مرض يصدر لنا نموذج سيء، نمبر زيرو أو مش عارف نمبر كام، ولا أي حاجة تصدر لنا الآن لابد وأن نسأل من يسانده، ولما الضرب في الشباب، ولما هذه الأمور لصالح من، أين الدولة مما يجري؟ هل بالفعل بعد أن فاز الزمالك في مباراته الماضية وتحنيعة أنا كأهلاوي وكل إنسان تصالح مع نفسه أسعد الزمالك مصر كلها، خاصة من لا يحمل في قلبه مرض، يوم الخميس القادم الأهلي والزمالك فعلا هكون في فقرة فيه تخص بعض من يقولون عنه نجم وأرى أنه ساقط، ربما بعض الأمور أكدت أنه ليست له فقرة، لكن أتمنى أن يستبعد كل من يسيء لنفسه أو يسيء لمصر أو يسيء للدين أو يسيء للأخلاق. نرى الآن قدوة لا تستحق أن تكون قدوة، والآن يتم على أنها هم المثل الأعلى للشباب للأسف. حضرتك ذكرت محمد صلاح وأنا مع حضرتك في هذا النموذج. هرجع حضرتك حق السيد بس معايا الأستاذ محمد من إنا. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محمد. تحياتي لحضرتك وكل الاساتذه والدكاتره وسيدنا الشيخ المواليد مالك الرحمن اللي بتغذي الروح اللي بصراحه وهمة الشباب. تسلم يا استاذ محمد. والله يعني أنا عشان عندي ملتمس في نفس الموضوع، فانا يعني عندي فكره. اول ما اتكلمت سعادتك انا حسيت نفسي موجود معاكم، بمعنى ان انا سعادتك مبتكر، فقبل كده قدمت ابتكار. طبعا في روتينيات سعادتك بتمنع مش عارف اقول بتكسر المجاديف، يعني انا عندي عزيمه الحمد لله بالايمان، بس برضه النهارده يعني بقالي سنتين الافتكار ده ركنته على جنب، رحت البحث العلمي ابعت 10 جنيه مش عارف ليه، بعت له 10 جنيه بعتوا له جواب قال لي استنى بعد سنتين لما يجي لك براءه الابتكار. ويعني دي حاجه افتكرت برضه جهاز عشان الحاجه الواقيه بتاعت التنفس وكده بدل الكمال، وهو ده حلو برضه ما ليش حد يساعدني. فعندنا في الصعيد ما فيش مجال انك يعني او ما فيش انفتاح للاستاذ الفؤاد. بس محمد انت حضرتك من بورسعيد ولا من هنا؟ من هنا يا فندم. طيب استاذ محمد انا هتواصل مع حضرتك بعد الهواء مباشره، وهيكون في تواصل مع احد مسؤولي البحث العلمي، وهنطرح هذا الامر في الحلقه ان شاء الله. ويمكن برضو الشباب بيقولوا طالما بتتكلموا على الشباب
وعلى القدوة وعلى الهمة، أين مسابقات الشهر العقاري؟ أين مسابقات التي قامت الدولة بنفسها بطرحها والآن لم ترى النور؟ الخطأ عند من؟ عند الشباب اللي سمع كلام الدولة، ولا عند اللي عمل المسابقة، ولا عند المشرف على المسابقة؟ عايزين توضيح من مسؤولين من الدولة أين ذهبت هذه المسابقات. أتمنى أن الإعداد يتم التواصل مع أحد المسؤولين أو أحد المستشاري القانونيين المنوط لهم هذا الملف. أرجع لحضرتك السيد مرة ثانية، وآخر ما ذكرت أن محمد صلاح قدوة حسنة. وليس القدوة من يغرس في جيل العنف والحقد والأجرام زي ما حضرتك ذكرت من شوية، وفساد الأخلاق وهدم عادات التقاليد والمصريين. طبعا فخاب من أراد أن يعطل مبادئ الإسلام. تمام. دكتور حاتم، حضرتك كمسؤول في وزارة الزراعة كان يمر على يديك أكثر من بحث علمي. سمعت حاليا من ملاحظة الأستاذ محمد من هنا وبيتكلم عن البحث العلمي وبيتكلم عفوا عامة، لكن نفس الشيء وصل إليه قبل ما ألتقي بحضرتك، أن شباب البحث العلمي بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة لديهم شكاوى. حضرتك عندك علم بهذا الملف؟ طلب ليا، والتليفون ما بيبطلش بقاله 3 ايام ما بنامش من الاتصالات. ايه مشكلتهم؟ مشكلتهم انهم فوجئوا يعني بصدمه وقرار صادم، صدم الجميع، شيوخ الباحثين وشباب الباحثين بالذات، بصدور قرار بتعيين شخصيه استبعدت سابقا بقرار او بتوصيه من النقابه الاداريه، والدكتور علاء عزوز بصراحه صدر له تكليف من 3 ايام بانه يكون رئيس قطاع التدريب والارشاد في الوزاره ومشرف القناه الزراعيه، وهذا ليس تخصصه تماما. الدكتور علاء عزوز استبعد سابقا، واحنا جينا في حلقات تلفزيونيه وفي الجرايد، والموضوع وصل لرئاسه الجمهوريه ووصل للرقابه الاداريه وسلمت مستندات الرقابه، واوصت الدكتور عبد المنعم البني وزير الزراعه وقتها باقاله الدكتور علاء عزوز لعدم تفرغه لاداره مشروع التغذيه المدرسيه اللي كان راس ماله وقتها 1.150 مليار جنيه، دلوقتي يصل ل 3 مليار. طب انا هرجع لحضرتك في الجزئيه دي، ثواني بس باكد بس ان اي اسم يذكر خلال الحلقه حق الرد مكفول له، ليس للدكتور علاء عزوز، بنتكلم بصفه عامه. المؤسف عندنا في مصر ان بعض القياديين اصحاب المناصب هم من يساعدون على الفساد. اذا كان رأس الهرم بنفسه في مكانه هو اكثر الناس فسادا. اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة آل بيته الرقص. ما يجري الان، انا اتناول المشكلة عامة، لا اقصد بها محافظة معينة ولا شخص معين، لكن عندي أدلة، من أراد أن يتثبت فبالإمكان أن أعرض ما لدي. حينما يتصل مسؤول على مسؤول كبير، يتصل على موظف يقول له ما تعملش محضر لفلان اللي نصه من جامعتنا. يا معالي الباشا، أنت في مصر في 2020، العهد ده انتهى. أنا أقول لأي مسؤول أياً كان منصبك، إذا دافعت عن الفاسدين فأنت أشد منهم فساداً. أنا أتكلم ولدي كثير وكثير، لكن علمنا النبي أننا لا نذكر أسماء بل نقول ما بال أقوام. فأنا أقول الآن للدولة، للرقابة الإدارية، لمجلس الوزراء، لرئاسة الجمهورية، عندنا الآن في مناصب من يدافعون عن الفاسدين بل يأمرون بالفساد هم بأنفسهم. الأدلة لدي كثيرة، لكن لا أريد أن أطرح أمورا الآن، لكن ربما تذهب إلى مكانها. رقابة إدارية، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، تعلمنا في برنامجنا أننا نحترم بلادنا ونحترم قادتنا، وأننا نقدر كل صاحب منصب، أنزل الناس منازلهم، لكن والله لا نهاب أي فاسد مهما كان هو وأين كان منصبه، والله لا يكحل العين، وسوف نمضي في طريقنا ندافع عن حقوق بلادنا وعن حقوق أهلنا وعن حقوق شعبنا. معذرة دكتور، التكملة لديك الآن. صدر القرار من 3 أيام بتكليف الدكتور علاء عزوز، ففوجئت ان الزملاء من المركز البحوث الزراعي وزارة الزراعة كلهم بيتصلوا، احنا عايزين نتأكد من الخبر، ولو كان هذا الخبر صحيح فده هيعتبر مصيبة كبرى. كيف يكرم الفاسد في بلادنا وفي عهد الرئيس السيسي؟ معلش يا دكتور هرجع لحضرتك مره ثانيه. معاني معالي المستشار جمال محرم، السلام عليكم على المستشار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اخبار معليك، شرفتنا ونورتنا باتصال حضرتك. الله يحفظك يا فندم وربنا يوفقك رب ويسر الخير بصراحه، يعني دايما على ايدك ان شاء الله. تسلم يا حبيبي، متحرمش منك. تحياتي ليك ولضيوفك طبعا. الله يعزك. معالي المستشار، ملف شائك، المسابقات الذي قام بترتيبها وطرحها هي الدوله ووزارات الدوله. الان الشباب يتساءلون اين هي الان؟ ذهبت لادراج الرياح؟ الغيت؟ ماذا جرى؟ لا احد يعرف، وللأسف ليس هناك مسؤول يخرج علينا ببيان رسمي. معالي المستشار، باتصالاتك وعلاقاتك واجتماعاتك خلال الأسبوع الماضي، ما هو لديك والجديد اليوم في برنامجنا مع القادة؟ والله يا فندم، هو بالنسبة للمسابقات لأنها متنوعة ومن وزارات متنوعة، وكان كل القرارات اللي صدرت بموجبها هذه المسابقات كانت في ظل قانون. تمام. قبل ما أصدر قانون الخدمة المدنية، قانون الخدمة المدنية يمكن علشان خاطر مر بمراحل كتير شوية، فأصبحت الوزارات اللي أصدرت المسابقات عمالة تماطل في تنفيذ هذه المسابقات أو إعلان نتائجها لحد ما صدر وكأنه الغيس لهم بأن يعللوا أي إعلان لأي نتيجة بصدور قانون الخدمة المدنية. تمام. والكلام ده إحنا ابتدينا نتوجه ببعض الشكاوى ويمكن الأصوات بصراحة ومعليك من المنابر المسموعة برضو اللي من خلالها في بعض الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة العدل بخصوص مسابقة الشهر العقاري أو المحاكم. تمام. لأن الكلام اللي هقوله لك على مسؤولية الشخصية، وهذا الكلام قيل لي من مصدر مسؤول داخل وزارة العدل، إن هم محتاجين يعلنوا النتيجة، إن هم فعلا هناك إلحاح لتوفير الوظائف الخاصة بالشهر العقاري والمحاكم لوجود عجز شديد في هذا الأمر. معلش معالي المستشار، الأمر طرح وترك وهناك صراحة إحاطة، يمكن النواب بصراحة يعني لم يكلوا، يعني لأن هم فعلا قدموا طلبات إحاطة كتير، ولكن الأمر حاليا متروك لدولة السيد رئيس مجلس الوزراء. معالي المستشار، أخذ من حضرتك التصريح مرة ثانية على مسؤولية حضرتك بناء عن كلام مع أحد مسؤولي الوزارة، مرة ثانية التصريح لو سمحت. التصريح أنهم في حاجة شديدة لإعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري. تمام. وطبعا بس برضو للإيضاح أن هناك موافقة كاملة على إعلان نتيجة الشهر العقاري ونتيجة المحاكم، ولكن هذا الأمر متوقف أمام دولة رئيس مجلس الوزراء. تمام. ووزارة المالية والتنظيم والإدارة. تمام. لأن طبعا لما طرح موضوع هيكلة الهيكل الوظيفي للدولة، المفروض ده كان يتم من سنة أو من سنتين، ابتدوا يعملوا الانتدابات وفتحوا الانتدابات في بعض الأماكن وبعض المحافظات، ولكنها لم تفي بالعدد المطلوب ولم تفي بالخدمة المطلوبة. تمام. فالأمر كاملا من وزارة العدل مطلوب تنفيذ النتيجة وإعلانها، لأن بنسبة كبيرة جدا الأسماء موجودة. تمام. والنتيجة موجودة بس في الأدراج. تمام. لان لا اظن ان وزاره العدل هتعمل مسابقه وتعمل نتيجه وتبقى موجوده وما تتنفذش فعلا، ولكن هي حته تغيير وميزانيه الدوله ووزاره الماليه، رغم ان وزاره الماليه انا عندي استعداد لتوفير الناحيه الماليه. تمام. في احد اللقاءات. تمام. وبالتالي فالنهارده المفترض اعلان هذه النتيجه، لان احنا بنتكلم على نتيجه في 2014 وفي 2016. معالي المستشار، والشباب ما زال معلق، يعني احنا حتى قلنا هو مهم اللي تقدم 70,000. تمام. المطلوب 1500 2003 اعلنوا النتيجه بتاعتهم. تمام. ليه؟ عشان ننهي هذه المشكله. وكذلك في كل المسابقات. نعم. وكذلك في كل المسابقات. ما يا فندم في كل المسابقات، يا فندم كل المسابقات والتربيه والتعليم، ما انت عندنا مشكله في التربيه والتعليم بسبب المسابقه بتاع 30,000 معلم. تمام. وعندنا مشكله كبيره في الاوقاف، عندنا مشكله كبيره برضه، يعني كل اللي بنتكلم عليه ما قبل قانون الخدمه المدنيه، قانون الخدمه المدنيه الجديد 81 لسنه 2016. معالي المستشار، حضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا، قلت وزاره العدل محتاجه، وزاره الماليه موفره الناحيه الماليه. تمام. يعني الموضوع قرب خالص، يعني والتنظيم والاداره بيقول لك انا بنعمل اعاده هيكله، يعني نعمل اعاده الهيكله بتاعتك، بس احنا ما زلنا محتاجين، لان مكاتب الشهر العقاري مش خفيه على حد. الخدمات اللي موجوده من السوق، ان كل الناس وكل يعني نواب مجلس الشعب وتقدموا بطلبات احاطه كتير جدا بخصوص هذا الموضوع.
وسيبنا الموضوع وبقينا بنتكلم في استقلال مصلحه الشهر العقاري عن وزاره العدل عشان تعتبرها هيئه وتم رأي. يعني يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا بنتكلم في الشباب ده، الطاقات دي النهارده انت بتتكلم في 70,000 واحد محققين داخليا. في لو اعلنا النتيجه الناس دي هجت، بنتكلم في 1000 في 2000 في 3 وبعد كده يبقى خلاص الموضوع انتهى، يبقى تمام. عندنا وزاره اعلنت على مسابقه وتم تنفيذها، سواء كان بقى الاثار يعني سواء كان تربيه وتعليم، انا عندنا مسابقه الاثار يا فندم لما صدر القرار بتاعي خريجي جميع خريج الاثار حتى 2010 جميع دفعات الاثار لم يتم تنفيذه، تم تنفيذ جزء وجزء كبير جدا ما تنفذش. تمام. ليه؟ قال لك عشان خاطر قانون الخدمه المدنيه. وانتوا يا جماعه بتتعللوا، احنا بنتكلم في جهاز ووزارات معنيه عليها تنفيذ قرارات اصدرتها. لان النهارده الشباب بقى دوت اللي تكبد مصاريف واللي تكبد تكاليف واللي سابوا محافظاتهم واللي كانوا بيروحوا يطلعوا اوراق ويستخرجوا اوراق وفي الاخر نقول لهم احنا مش هنعلن. انا بتكلم مع دوله. انا اتفق معاك تماما. الشباب ليه حق يتساءل، والشباب ليه حق، ليه حق على الدوله بتنفيذ وعدها. تمام. ومش بنقول ان احنا هنعين ال 100,000 ولا ال 70,000 اللي تقدموا، احنا بنقول هي الوزاره بتعلن ب 1000 ب 2000 ب 3 ال 3000 ال 4000 دول على مستوى الجمهوريه مع احترامي يعني خلاص ال 70,000 دول هيسقطوا. لكن ما نفضلش مخليين الناس كلها عماله تتساءل طب وزاره العدل معقوله تعلن على مسابقه وما تنفذهاش؟ اروح لمكتب معالي وزير العدل يقول لك احنا جاهزين وطالبين وادي طلبات الاحاطه اللي جات لنا، بس احنا مستنيين دوله رئيس مجلس الوزراء يوافق. تمام. دوله رئيس مجلس الوزراء يرجع لوزير الماليه يقول وزير الماليه لك انا عندي استعداد بس احنا مستنيين تنظيم الاداره. تنظيم الاداره يا جماعه وانا لازم اروح على كل مكتب وكل وزاره، ما هو في اجتماع وزاري بيحصل في رئاسه مجلس الوزراء وكل الوزارات المعنيه دي موجود. اه في مشاكل اخرى كتير وفي مشاكل الحمد لله بتتحل كتير جدا وكلنا حاسين بده، بس في قطاع بقاله دلوقتي 4 سنين 5 سنين الاستغاثه الوحيده اللي بتقدم لمعالي السيد رئيس الجمهوريه بصراحه، لان هم واثقين في ان الحل عند معالي دوله رئيس الجمهوريه فقط. معالي المستشار جمال محرم انا شاكر لحضرتك، ورسالة طمأنينة للشباب، وزارة العدل محتاجة، وزارة المالية وفرت المبالغ المطلوبة، باقي دولة رئيس الوزراء حتى لا يفقد الشباب مصداقيته مع الدولة. وتاني حاجة يا سيادة المستشار، قال يعني هنعين كام واحد في المسابقة دي؟ 1500 3000 في كل المسابقات، هنعين كام واحد؟ يعني 10,000 المسابقات كلها، 8 حفلة بتتم، حفلة اللي بتتم اللي ما حدش بيستفيد منها أي حاجة خالص. المبلغ ده لو اتحط في صندوق تحيا مصر هينفق على الشباب سنه كامله سنتين كاملين، ونهم الاحتقان اللي عند الشباب والاحباط اللي عند الشباب. ايعقل ان الشباب يقول كيف ان الدوله تقوم بمسابقات ومن باب لك نصبوا علينا؟ فماذا تركتم لرجال الاعمال؟ ماذا تركتم للسياسيين؟ ثم نعيب ان اللي عايز منصب يا جماعه يدفع مليون 2 مليون حتى الكراسي القادمه توزع الان بالمبالغ. عجب لدوله تريد ان تنهض وترى الفاسدين يتحكمون في امورها ولم يتخذ معهم موقف. دكتور حاتم هرجع لحضرتك في نفس الجزئيه واحباط الشباب. شباب الباحثين وشباب في وزاره الزراعه كلها محبط من هذا القرار، نظرا لان الوزاره كلها عارفه ان الدكتور علاء عزوز المدير التنفيذي السابق لشؤون التغذيه المدرسيه اهدر ما في ادارته في العام الاول ما يقرب من 84 مليون جنيه. والإدارة السابقة أقرت وقالت المستعد آجي وأشهد وأجيب الأوراق ونلجأ للجهاز البنك المركزي، إن إحنا كنا سايبين 40 مليون جنيه يوم ما مشينا وتولى هو المسؤولية في الحساب البنك حساب المشروع البنك المركزي، و 900,000 دولار اللي ارتكب الدكتور علاء عزوز خطأ جسيم وقانوني فيها وإداري، بإنها دي كانت من أيام الدكتور يوسف ولي الله يمسيه بالخير، كانت ديت الدول المنحة والحكومة المصرية حاطة 1.5 مليون دولار في حساب المشروع لإقامة المباني والأجهزة والمعدات، وتبقى منها 900,000 دولار مربوطة على حساب شراء أجهزة ومعدات فقط لا تستخدم إلا في هذا البند. دكتور علاء عزوز لما خلص ال 40 مليون جنيه المصرية اتجه لل 900,000 دولار، سحبها بسلطته وحولها لمصري، وللأسف بقى الغلطة القانونية والقنبلة القانونية إنه دخلها المشروع على إنها إيرادات
مش ايرادات دي يعني انتاج ربح بيع. كل الاقتصاديين والقانونيين يعرفوا الكلمه دي، ايرادات يعني انتاج ربح بيع. يبقى كده هو بغش وتدليس. دكتور علاء عزوز للاسف في الفتره دي كان بيشتري، يعني بيجامل كل المسؤولين في حواليه اللي لهم علاقه بالمشروع والمعارف والوسائط والقرايب والمحاسيب والنسائي، كل الوسائل الممكنه. وبالتالي ليه لحد النهارده انا بقول للنائب العام اهو بسيادته، بقول للرقابه الاداريه على الهواء، بقول لوزير الزراعه الجديد المصرفي الناجح الاداري بنك التنميه والتنميه الزراعي، بس هو خارج الوزاره وجاي يعني ما يعرفش دهليز الوزاره والمشاكل اللي كانت فيها، بقول لهم افتحوا التحقيق، كملوا النص التوصيه اللي كانت. دكتور حاتم الكلام ده على مسؤوليه حضرتك؟ على مسؤوليتي. طب لماذا لم تتوجه للجهات الرسميه؟ انا حضرت ملف وداخل بيه بكره ان شاء الله الرقابه الاداريه، وداخل هبعت ملف للرئاسه برضه، وهبعت ملف وهروح للنائب العام واقدم هذا الملف، وانا اعلنت هذا واخترت بيه مكتب الوزير سياده الوزير، لان الوزير جديد. انا مش هلوم على الوزير لانه راجل جاي جديد ما يعرفش اللي فيها. اتضح ان سبب المشاكل، وحضرتك سالتني سؤال في مداخله قبل كده في 3 ديسمبر، لماذا 11 انا هرجع لحضرتك في الجزئيه دي 9 سنوات. طب يا شيخ محمد يعني عشان نكسر بس ما عندناش احباط، لا يعني ان شاء الله برضو رغم ان الالم هيكون في امل. حضرتك ذكرت ان علو الهمه عند الشباب، وذكرت نماذج اسلاميه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقدوتنا كلنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يستخدم طاقه الشباب ويوظفها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هرجع لحضرتك بس بعد اخذ الاستاذ احمد من اسيوط. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حاتم؟ الله يبارك فيك يا استاذ احمد. ايوه اتفضل يا استاذ احمد، معاك برنامج مع القاده على الهواء مباشره. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا مشكلتنا احنا شباب من محافظه اسيوط وعايزين نعمل مشروع، عندنا 7 سنين. في الاول كان مرسي ومرسي مشرق، وبعد كده جه الرئيس اللي قاعد السنه دواتي وبردك مشرق، وكرمنا ربنا برئيس الدوله حاليا دواختي 24 ساعه بيتكلم على الشباب وبيتكلم على التنميه وبيتكلم على حاجات كتير. احنا معجبين بيه، احنا كسعاده معجبين بيه وبيعمل فعلا، بس احنا عايزين حد فعلا يساعدنا. احنا قعدنا 7 سنين اتصل معايا 3 مرات وما عرفناش نتصل معايا مسؤول، وبعد كده حصل مشوار ده النهارده قالك ترمي سينا، رحنا اشترينا الكاريس ما قدرناش نثبت ان احنا مصريين. احنا اللي جديد نحارب وفهم شيء ما تحت خط. يعني ايه ما قدرتش تثبت انك مصريين؟ يعني ايه مش فاهمها؟ ما قالك فيه ولد مطلوب اثبات مثلا يقول شهاده ميلاد لجدك. طب انا جد لو صح من القبر شفته في الطريق ما عرفوش، جد لو صح من القبر شفته في الطريق ماشي كده ما عرفوش، لما اقول له هاي شهاده مرض اللي جدك المتوفى. طب انا جد ميت على انت استاذ محمد. استاذ محمد. أيوه. استاذ احمد لو تكرمت سيب لي رقمك في الكنترول اكلم حضرتك بعد الهواء مباشره. الشيخ محمد كان سؤال لحضرتك قبل الاتصال للاستاذ احمد من اسيوط، كيف استثمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاقات عند الشباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم استثمر طاقة الشباب في كثير من المجالات. تمام. أولا استثمر النبي صلى الله عليه وسلم طاقة الشباب العلمية. استثمر النبي صلى الله عليه وسلم طاقة الشباب العلمية. استثمرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر سيدنا زيد بن ثابت أن يتعلم له لغة اليهود. لماذا؟ حتى يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يقرأ لرسول الله إذا أرسلت إليه الرسائل من اليهود. تمام. فسيدنا زيد بن ثابت من علو همته يتعلم لغة اليهود لرسول الله في 15 يوما. 15 يوم. في 15 يوما. هذا دليل على علو همة سيدنا زيد بن ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم يستثمر طاقة الشباب، فاستثمر طاقة الشباب العلمية. والنبي صلى الله عليه وسلم استثمر أيضا طاقة الشباب في بناء الدولة. استثمر النبي صلى الله عليه وسلم طاقة سيدنا أسامة بن زيد عندما ولاه قائدا على الجيش، مع أن سيدنا أسامة بن زيد في هذا العمر كان عمره 18 عاما، 18 سنة أبو بكر وعمر، وكان في الجيش أكابر الصحابة مثل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر صلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره على الجيش وجعله قائدا للجيش. لماذا؟ حتى يستفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حماسة الشباب ومن قوة الشباب. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استثمر طاقة الشباب في القضاء، مع أنه أصعب منصب وهو منصب عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستثمر طاقة الشباب في سيدنا علي عندما بعثه قاضيا إلى اليمن. تمام. بعثه قاضيا إلى اليمن وكان شابا، فيقول سيدنا علي يا رسول الله تبعثني شابا إلى اليمن قاضيا وأنا لا أعرف القضاء؟
فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على قلبه وعلى ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. الله. يقول سيدنا علي: فوالله ما شككت في القضاء بين اثنين أبدا. الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستثمر طاقة الشباب، واستثمر النبي أيضا طاقة الشباب في العبادة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم استثمر طاقة الشباب لما كان سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي يبيت مع رسول الله. يقول ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه، فلما أتيته بوضوئه قال لي رسول الله: سل يا ربيعة، سل ما تتمناه، أدعو الله أن يحققه لك. فيقول سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. علو الهمة، علو همة، أنا عايز أكون رفيقك في الجنة. أنت لو سألت شبابنا لما تقول يا دكتور تقول له أنت أمنيتك إيه؟ يقول أن أكون عندي عمارة أو فيلا أو زوجة أو سيارة. ولكن سيدنا ربيعة يقول: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي يقول له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أحسنت. السيد يعني علو الهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قدر يستخدم طاقاتها. الدولة بتعمل حاجات حلوة حاليا، يعني لما أسمع أن المشروعات الصغيرة يخصص لها مبالغ ب5%، لما أسمع أن في نائب محافظ، نائب وزير شباب، برضو حاجة حلوة. لكن في فاصل كبير جدا ما بين القيادة العليا في مصر وبين الموظفين، ما زال مفاصل الدولة يلعب بها البعض. لا أخفيك سرا، بعض الأحزاب تلصق نفسها بالرئيس وهو منها براء، وتسيء له أكثر مما تنفعه. بعض رجال الأعمال ممن يزعمون أن الوطنية لديها مكان في قلوبهم وهم أكثر الناس ضحكا على الناس. بعض السياسيين المخضرمين تظنهم في حقيقة أمرهم أنهم شيء كبير، فإذا تحدث ظهر على حقيقته. ما هي نصيحتك للشباب وللناس في هذه الأيام؟ شوف يا دكتور، أول حاجة أنا بناشي السادة المسؤولين أن هم اهتموا بالشباب زي ما سيادة الرئيس بيهتم بيهم. تمام. كويس. وفي نفس الوقت كمان الموضوع بتاع القرض للشباب للمشاريع الصغيرة، المشاريع الصغيرة دي المفروض، أنا قلت لحضرتك أنه المفروض الأرقام الإدارية تتابع الموضوع ده، شوف هل الشباب ده وصلهم القرض ده ولا ما وصلهمش. تمام. طب ما وصلهمش ليه؟ السبب اللي ما وصلهمش. كويس. والامور المعقده والاوراق الكتيره اللي مطلوبه. طيب دي برضو لازم يكون من قبل الرقابه الاداريه وتتابع الموضوع ده. تاني حاجه انا بقول برضو بشكر المحافظ الفيوم انه اشاد انه في كم وظيفه موجوده متوفره الان في محافظ الفيوم للشباب، دي حاجه كويسه. بس برضو بنبلغ انه يا ريت يعمل زياره برضو للقماشين، المصانع المتعسر والكلام ده كله، يشوفها ويشوف نظام ايه. تمام. كويس. بالنسبه للشباب احنا بنقول ان احنا لازم يسعوا، ما يتكلش على حد. انا قلت لحضرتك انه لازم اعضاء مجلس الشعب لابد انه يكونوا هم همزه الوصل ما بين الحكومه وبين الشباب، في وظائف، في اي اماكن، في مصانع، في اي حاجه. انت بس جيت على الجرح. اتمنى من كل من يريد ان يرشح نفسه لمجلس الشعب وفر الاعلانات والمهرجانات واعمل حاجه تنفع الناس. ان نجحت هيرفعوك فوق راسهم، ولو وان لم يقدر الله لك هتلاقي محبه في قلوبهم. انما اللي بيحصل يا جماعه والمهرجانات مليارات والله بتنفق ولا فائده منها. من اين هذه الاموال؟ وما هذا الفكر؟ يعني لما احضر حفله هو ده اللي عاد عليا بالنفع؟ يعني الناحيه العلميه اللي انا استفدتها، الحقيقه اللي انا عشتها، ولما اعلن للناس ان الفنان والفنانه الفلانيه هم اللي حاضرين ويحصل طبقه تانية خالص من اللي يحضروا، تضحك على مين يا حبيبي؟ إذا كنت أنت حاجة ملتي، يا إما أنت تضحك عليك وأنت مالكش مكانة، يا إما أنت تضحك على نفسك. خلينا نتكلم بصراحة بشفافية. مصر الآن لا تريد من يلعب بها، مصر الآن تريد من يخدمها ويرد الجميل لها. مهما قدمنا لمصر فجميل مصر أكبر علينا. القادة السياسية الآن أتمنى التحضير أمنيا رقابيا على الملفات القادمة، خاصة في هذا العام عندنا أكثر من استحقاق انتخابي. يا ترى المخدرات هتشتغل؟ يا ترى شراء الأصوات هيستمر زي ما هو؟ يا ترى المهازل القديمة هترجع لنا تاني؟ يا ترى المال السياسي هيصدر لنا المشهد ويطفو على الماء من لا يستحق؟ لابد أن الدولة تضع نصب عينها هذا الملف. يا جماعة أنا عشان أخد 11 لعيب يمثلوا مصر في المنتخب
اختبارات وأندية وحكام وضحت الرقابة، واللي ما يعرفش يلعب بيركن. بقى النواب اللي هم يديروا الدولة يجوا بالطريقة دي؟ ما ينفعش، مصر اتغيرت. فبلاش نتكلم بقى دلوقتي، احنا انا عايز حضرتك تديني روجيتا كده، الشاب بيعمل ايه؟ هو الشاب غصب عنه، الشاب غصب عنه. بس طبعا انا بقول لحضرتك انت صغرت برضو موضوع اعضاء مجلس الشعب دي. انا النهارده لما الاقي مثلا عضو مجلس الشعب كويس في مناسبات، فهمني ازاي؟ ما بيحلش مشكله البلد. طب ايه لازمته صراحه؟ فهمني ازاي؟ احنا عندنا مثلا خدمات زي الصرف الصحي، زي الطرق، زي الكهرباء، زي كل دي فيها مشاكل ما فيش حد بيطرق لها، الا اذا حضرتك واحد زي الاستاذ خالد ابو بكر راجل محترم وشباب هم اللي انت شفت بيعملوا ازاي. عند الشباب في سلسله يعني يأسوا خلاص من كتر المطالب ايه خدمات بتاعه البلد. انت عايز الشباب يتحرك، الشباب النواب يأدوا اللي عليهم، النواب يأدوا عليهم، رجال الاعمال تخدم على البلد. طبعا طبعا تتحرك ازاي يا دكتور؟ نعم، يعني ايه الشباب تتحرك؟ واحد مش قادر يعمل مشروع وهو مكبل اليدين وبيشوف قدامه موعد مجلس الشعب يصرف ملايين، والاسبوع او الاسبوعين اللي لحد ما ينجح ما حدش بيشوف وشه تاني الا قله مخلصه وقاطعه نفسها عندها اخلاص لله والوطن وللبلاد والقياده السياسيه. يعني غالبيه خلاص العمليه بتتكرر كل مره، تلاقيه عندك ليل ونهار ويلف على الناس ويروح المياتم والافراح والمناسبات، وبعد كده اول ما ينجح شكرا ما تشوفش وشه، ولما يجي يركب عربيه فارهه يغيظ بيها الناس ويعفر عليهم ويجري وما يقابلش الناس ويحط امن على البوابه بتاع البيت بتاعه. لا 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 لا، لازم المفهوم يتغير نهائي. المفهوم يتغير ازاي يا دكتور؟ وهنا هرجع لحضرتك وزاره الزراعه. حضرتك مسؤول احد مسؤولي وزاره الزراعه ولك علاقات بكل وزارة تقريبا. ايعقل معالي الدكتور وزاره زي وزاره الزراعه على مدار فتره قليله يمسكها 11 وزير؟ اين الاستقرار؟ ايش استقرار يا دكتور؟ اولا انا حزين ان الرئيس السيسي بيسعى بكل جهده وبيحاول يرفع معنويات الشباب ويعمل مؤتمرات، ومن الناحيه الثانيه القيادات الصغرى ماشيه لسه على نظام الواسطه والمحسوبيه والتوصيه للأسف. والقرابه زي الموضوع اللي حصل عندنا في الوزاره، شخصيه استبعدت زي ما قلنا بالرقابه الاداريه، والنص الثاني من توصيه القرارات الاداريه انها تشكل لجنه قانونيه للتحقيق في اعمال الدكتور عبد العزيز، وانت تقول لي المسؤوليه لمده سنتين وما حدش حقق، والدكتور عبد المنعم اتبنى عمل يعني لجنه شكليه كده وعدى الموضوع لانه كان المشرف العام على المشروع برضه ومسؤول اداريا فيها. تمام. ومن يومها دلوقتي ازاي يا جماعه؟ انا بقول لمصر كلها، بقول لسياده الرئيس، بقول لسياده دوله رئيس الوزراء، بقول لوزير الزراعه، بقول للنائب العام، بقول لكل المسؤولين وكل المخلصين في مصر، ليه ما تحققش في ال 100 مليون او 84 مليون جنيه دول ضاعوا؟ ليه هذا ما هي انا ما فيش بينه وبينه حاجه، ما هي مميزات هذا الشخص وما هي القوة التي تحميه لدرجة ان 80 مليون جنيه يروح دول مش 80 قرش و 80 جنيه. انا توصلت الحاجة اخيرا بالمناقشة في دهليز الوزارة مع شيوخ الوزارة وشباب الوزارة ان اللي سبب في 11 وزير السؤال خلال 9 سنوات هو وجود لجنة اختيار القيادات اللي في الوزارة ومشكلة لشبكة عنكبوتية، واي وزير يجي ما بيجوش تحت اضباطها او دراعها زي ما بيقولوا بالبلدي كده بالعامية، بتحط له العراقيل والعقد وبتبشله لازم يسمع كلامها وتوجيهاتها. لجنة اختيار القيادات في وزارة الزراعة بقول على الملأ لازم تتغير، مع احترامي لاشخاصهم لكن ادائهم سيء جدا، واختيارهم لكل قيادات الوزارة من أصغر قيادة في المراكز البحوث وفي المعاهد وفي قطاعات الوزارة قائمة على الود، قائمة على القرابة، قائمة على الواسطة، قائمة على المعارف، قائمة على التوسطية، لابد من تغيير. هي دي أس الفساد ومنبع الفساد ومنبع التلوث ومنبع الفشل في وزارة الزراعة. لجنة القيادات لازم تتلغي، وبنصح الوزير الجديد ده راجل لسه جاي، هو مصرفي ناجح في كان في بنك التنمية والتوسط الزراعي لكن لا يعلم دهاليز الوزارة والشبكة العنكبوتية، وأرجو وبنصحه على الهوى لله والوطن، أنا مش عايز أي مركز ولا عايز أي حاجة ولا يلزمني حاجة خالص من الوزارة، انا بنصح نفسي وزاره الزراعه يرجع اسمها تاني في القمه زي ايام سيد مرعي وايام يوسف والي وايام الدكتور صلاح يوسف الله يديله الصحه والناس الافاضل دول، ترجع لها وزاره الزراعه. اقسم بالله فيها قطاعات لو تم التنميه فيها زي معدن مصر واللقاح او التصدير او الزراعات الجديده والله ممكن تجيب دخل يوازي دخل السياحه ودخل البترول معا، بس ننميها. يعني قلت لحضرتك قبل كده افريقيا كلها ما فيهاش مصر ولقاح، وقالوا لنا بالسلام واحنا هناك بنمثل الدوله، تعالوا انشئوا لنا مصر ولقاح، عندنا ما عندناش دوله زي اوغندا ما فيهاش معمل واحد، احنا لو ادينا الدول العربيه وادينا دول افريقيا وعملنا مليار لقحه ومصر، وبدل ما بننتج 80,000 لقحه دلوقتي او 800,000 لقحه ننتج مليار او 2 مليار وهنبيعهم العمله الصعبه هتكفينا جدا. لابد
من يا سيادة الوزير الزراعة الجديد ليس بيني وبينك خصومة وليس بيني ولم أراك حتى الآن، والله العظيم أنا أتمنى لك النجاح، لكن لا تأمن لأي شيء موجود أو أي أشخاص حواليك بينصحوك دلوقتي، لا رئيس مركز الأصول الزراعية ولا لجنة اختيار القيادات ولا المكتب اللي حواليك، وابعد، هات أشخاص جديدة تماما، دور على الكفاءات، دور على الناس اللي إيديها نظيفة ولا تتطلع إلى كرسي، أرجوك اعدل عن قرارك 60 يوم قدامك مصرح بها في القانون لإلغاء أي قرار لتولي القيادة، ارجع عن قرار الدكتور علاء عزوز ولي المنصب، لأن كل الوزارة ساخطة على هذا القرار، أرجوك إذا كان حد خدعك أو غشك أو ما كانش مخلص ليك في إنه رشح لك هذه الشخصية، أرجوك اعدل عن قرارك، وأنت صاحب القرار، أنت صاحب القرار يا وزير الزراعة. معالي الدكتور إن شاء الله يوصل صوت حضرتك، وإن شاء الله وزارة الزراعة كما تمنيت ترجع مرة ثانية، وأمنيتنا كمان إن مصر كلها ترجع مرة ثانية. الشيخ محمد يعني وقتنا بيجري سريعا. اتفضل يا دكتور. وعايز قبل ما أختم كده، الشباب يعمل إيه؟ العمل ده الشباب؟ مش عايز يكون إحباط، عايز أمل. نعم. على الشباب أن يعلموا أن الإنسان لا ييأس في حياته أبدا. تمام. لأن الله قال في القرآن إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تمام. ولكن عليه أن يجد وأن يجتهد وأن يعمل. لأن الله قال في القرآن الكريم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تمام. اتحرك واسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال ربنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. كان سيدنا عراق بن مالك يصلي الجمعة ويأتي مبكرا إلى صلاة الجمعة، وعندما يأتي مبكر إلى صلاة الجمعة يخرج من صلاة الجمعة ويقف أمام المسجد ويقول اللهم إني قد استجبت لدعوتك. جاي يصلي بدري كما قال ربنا في القرآن يا الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فسيدنا عراق بن مالك يقول اللهم إني قد استجبت لدعوتك وصليت فريضتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك العظيم. فعلى الشباب أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. وأيضا هناك قصة عظيمة أسوقها في دقائق سريعة. كان هناك صاحب يسمى رجل يسمى شقيق البلخي. شقيق البلخي كان له زميل وصاحبه يسمى إبراهيم بن أدهم. شقيق البلخي كان يسافر للتجارة والعمل، ففي يوم من الأيام ودع صديقه إبراهيم بن أدهم في المسجد وقال أودعك أنني مسافر إلى تجارة وإلى عمل. فلما ودعه في الصلاة بعدما فرغوا من صلاتهم ودعه وسافر في طريقه إلى تجارته، وهو يسير في الطريق جلس يستريح في مكان يعتبر زي مكان كده خالي. تمام. مكان ليس فيه أحد، فجلس يستريح فوجد عصفورا كسيحا. العصفور الكسيح وجده في هذا المكان وقال سبحان الله هذا المكان خرب، مكان متجرد ما فيش حد، كيف يعيش هذا العصفور في هذا المكان ومن يأتيه برزقه مع أنه كسيح؟ فوجد هذا العصفور الكسيح عصفور شجاع يأتيه برزقه كل وقت، فتعجب وقال سبحان الله هذا العصفور الكسيح يأتيه رزقه ولا يتعب وهو في مكانه، فأنا أعود إلى بيتي ولا أتعب نفسي في السفر ولا التجارة وسيأتيني رزقي كهذا العصفور الكسيح. تمام. وعاد إلى بيتي، فلما عاد وجده صديقه إبراهيم بن أدهم، قال له لماذا عدت يا شقيق البلخي من تجارتك؟ قال والله وأنا في طريقي وجدت عصفورا كسيحا في مكان خرب وقلت سبحان الله من أين يأتيه رزقه هذا العصفور الكسيح في هذا المكان الخرب، فوجدت عصفورا شجاعا يأتيه بطعامه ورزقه، فقلت والله سأعود إلى بيتي وسيرزقني الله كهذا العصفور الكسيح. فقال له صديقه إبراهيم بن أدهم لماذا رضيت لنفسك أن تكون العصفور الكسيح الذي يسعى عليه غيره ولا تكون العصفور الشجاع الذي يسعى على نفسي وعلى غيره؟ سيد أنا عايز كلمة واحدة، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أنا أطالب الحكومة بتوزيع 5 فدادين أو أفدينة على الشباب، زي ما كنا بنسمع الأول إنه كان بيتعمل في الأرض دي مثلا 5 فدان تعمل فيها بير وتعمل فيها بيت وتوزع على الشباب كويس، وإحنا عندنا ما شاء الله الجبل كتير واسع والأرض واسعة وتزرعوا الكلام ده كله، ده طلب
من الحكومه عشان الشباب. يتم توزيع اراضي زراعيه على خمسه فدان استصلاح، وتعمل بير وتعمل بيت وتوزع على الشباب. تمام احسن. دكتور ماذا تامل لنهوض وزاره الزراعه سريعا؟ انا وقتي خلص بالسنه. امل نهوض وزاره الزراعه، بنصح الوزير الجديد نصيحه مخلصه لوجه الله، وانا بعتها له قبل كده جاز مع الوقت ما صعبوش نقراها. بقول له لن يفلح اي وزير زراعه، لو جبنا ب 1000 2000 وزير زراعه لن يفلح الا كان وزيرا ميدانيا يسيب المكتب بتاعه يجيب 2 نواب يقول كلهم الاعمال الاداريه وينزل الميدان والارض الواقع، يزور القرى، يزور الاماكن الجديده الزراعيه الجديده، الاماكن الجديده يهتم بيها، يعمل فيها اقتراح في مقترح الاماكن الجديده ليه الناس بتفشل في الزراعه فيها، لان المواصلات والطاقه والتكاليف العاليه والمناخ، يعملوا مراكز لتوريد المنتجات الغذائيه للمزارعين الجدد في الاماكن الجديده، تاخدها الدوله بايصال، ويعملوا ثلاجات ويعملوا محطات فصل والتعبئه ويصدروا وينزلوا الاسواق، ويوفروا مستلزمات الزراعه من المبيدات ومعدات ومن صور، وبالتالي ويعملوا وحدات صناعات غذائيه وثلاجات للتبريد والتجميد، وبالتالي الاماكن الجديده دي هيحصل تشجيع للاستقرار فيها والانتاج والتصدير. وفي مشروع للاكتفاء من زيت الطعام احنا عاملينه مع الدكتور محمد انيس، جهزوا وجاب الشتلات والنواه بتاعتها، الفدان بينتج 13 طن زيت، وممكن يتعمل من ابو سمبل من بعد خزان اسوان في اسوان الى ابو سمبل 260 كيلو، لان احنا مصر بتستورد يا جماعه ما تعرفوش اكثر من 90% من زيت الطعام. احنا عايزين خطه ليك يا سياده الوزير وبصمه ذهبيه نقلل هذا الاستيراد ل 50% ل 60%، اعمل مشروع انتاج الزيت او مشروع الارز الجفاف اللي مع الدكتور سعيد سليمان زراعه الزقازيق اللي بيتزرع في الصحراء وبياخد 50% من كميه الميه اللي بياخدها الارز. الدكتور سعيد كان معايا في حلقه هنا وقال الكلام ده، بس للاسف ما استجابليش. للاسف الوزاره مش هتقدر تسجله، هو بيجتهد بنفسه وراح توشكا وراح الانطره بيزرع رز في الانطره وطلع 3.5 طن للفدان. نرجوكم في ظل ازمه المياه بيوفر 50% من المياه. انا بتمنى لك النجاح يا سياده الوزير، واتمنى لو انا محتاجني في اي استشاره دون ان اكلف باي مسؤوليه، انا مش طمعان في منصب. شكرا دكتور حاتم حلمي، شكرا لحضرتك. حبيبي شكرا لحضرتك. شيخ محمد انا هختم مع حضرتك، بس قبل ما اختم بس انا عايز اطلب من السيد الرئيس بعض الحاجات. مسابقه الشهر العقاري الطبي البيطري، كل المسابقات اللي حصلت الدوله اللي عاملاها لابد وان تعلن. الشباب سياده الرئيس املهم كبير في ربنا ثم في حضرتك. بعض المسؤولين لا يبالون. وزاره العدل اعلنت محتاجه، وزاره الماليه وفرت المبالغ الماليه، فلماذا لا يتم الاعلان عن النتيجه؟ الا ان هناك البعض يريد ان الشباب ينفر من الدوله ويبعد عن الدوله. الشيء الثاني سياده الرئيس، ايعقل ان يكون في واحد في منصب ويؤمر الموظفين بمخالفه القانون؟ فاذا ثبت هذا، لو وقف الموظف المسؤول اعلى منه بيتصل على وكيل وزاره انقل الباشا من عندك، وفعلا ينقله عقابا ليه، مين يحمي الموظفين دول سياده الرئيس؟ سياده الرئيس الحاجه الثالثه، الانتخابات اللي جايه المالي السياسي هيلعب بيها؟ سياده الرئيس عايزين خطه للدوله. ايه لو في واحد اشترى اصوات، ايه العقاب ليه؟ الدوله هتاخد معاه ايه؟ سياده الرئيس عايزين الشباب ما ياخدش احباط. بنطلع من كل الانتخابات الشباب يبعد عن الدوله. يا ترى المره اللي جايه دي هنراعي الشباب؟ شيء جميل، احسنت الدوله اختارت 25% شباب، 25 امراه شيء جميل، لكن على الارض الواقع هيتم؟ سياده الرئيس الفاسدون الان في مصر اقوى من القانون. في كل محافظه هناك من يبيع ويشتري في هذه المحافظه، هناك من يسير الامر كما يريد هو. معذره اذا اخذت وقت اكثر من وقتنا، لكن مشاهدينا الكرام اريد ان استثمر وجود فضيله الشيخ محمد ونختم بهذا الدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وأن يحفظ مصرنا. مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله ليستودع ودعوه، وختاما مع فضيلة الشيخ محمد وهذا الدعاء. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح اللهم دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح اللهم آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح حالنا واصلح حال بلادنا، اللهم اصلح حالنا واصلح حال بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين.
اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك يا ربنا من العجز والكسل، ونعوذ بك يا ربنا من الجبن والبخل، ونعوذ بك يا ربنا من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونستعيذ بك يا ربنا من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.